من ابرز الالبومات الغنائيه لعام 2008 كان البوم النجمه اللبنانيه اليسا ايامي بيك يلي بقي لمده 4 أشهر بالتوب 1 بالفيرجن بيروت وحقق نجاحات كثير كبيره ومبيعات كثير كبيره بالوطن العربي الى درجه انه اختفى اكثر من مره من الاسواق مما اضطر شركه روتانا لترجع تطبع منه نسخات جديده وتحطها بالاسواق. اليسا صورت من هالالبوم اغنيه بتمون، هالاغنيه يلي كان لها انتشار كثير كبير بالوطن العربي، صورتها مع وليد نصيب. بتمون عاد احكي انا بي.